بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الأول من الفصل الثالث لمقرر هندسة البرمجيات. الفصل يا جماعة بعنوان أجيل سوفت وير ديفلوبمنت، أو طريقة تطوير السوفت وير المعتمدة على أجيل ميثود. طيب نشوف مع بعض الأول الموضوعات إن شاء الله اللي هناخدها في الفصل. بنقول هناخد موضوعات أجيل ميثودز، طريقة أجيل، والبلان دريفن أند أجيل ديفلوبمنت، مقارنة ما بين طريقة البلان دريفن وأجيل ميثودز، واكستريم بروجرامينج والبرمجه المتزايده، والبير بروجرامينج البرمجه الايه الثنائيه. طب نشوف مع بعض، نبدا الجزء دوت بيعني ايه رابيد سوفت وير ديفلوبمنت. رابيد سوفت وير ديفلوبمنت، واحنا يا جماعه بنتكلم في الجزء ده ليه؟ لان طريقه اجيل هناخدها في ايه في الفصل دوت تعتمد اعتماد كلي على مفهوم الرابيد سوفت وير ديفلوبمنت، او التطوير السريع للسوفت وير. معايا؟ طيب بنقول ايه بقى؟ خلي بالك هفكرك ان رابيد سوفت وير ديفلوبمنت معناها التطوير السريع، وهذا يعني انك انت بتطور البرنامج، بتصممه وتعمله ديزاين وامبلمنتيشن، معايا؟ وبيخرج كمنتج معايا بس بسرعه، بس ايه؟ بسرعه. اذا عمليه التطوير وعمليه التسليم بتتم بعمليه سريعه، مش كده؟ نقول مع بعض الكلمتين دول، بنقول ايه بقى؟ رابيد ديفلوبمنت اند ديليفري، مش كده؟ يعني هيحصل ايه؟ رابيد ديفلوبمنت، يعني هنطوره وايه ونصممه وكمان ايه يظهر المنتج ويتم تسليمه بسرعه. وبيقول لك خلي بالك مهمه جدا دلوقتي في جميع الانظمه، وعمليه دي عمليه مطلوبه انها تبقى ايه بسرعه. معايا؟ نقول ايه؟ is often the most important requirement for software systems. ليه يا جماعه؟ لو تفتكر المحاضرات اللي فاتت قلنا ايه؟ قلنا ان البيزنس والسوفت وير بيزنس اللي هي السوفت وير اللي تعتمد على الاعمال التجاريه بتتطور تطور سريع لنظرا لتغير دايما العمليات التجاريه، ودايما الشركات دايما بتطور في البيزنس بتاعها، فعشان كده محتاجه برضه سوفت وير يتطور بسرعه ويتغير ايه ودايما دائم التغيير. اذا محتاج تطوير سريع، تغيرات برضه سريعه، فاذا يا جماعه محتاجين الطرق ديت عشان خاصه في البيزنس في الاعمال الايه التجاريه. طيب بنقول ايه كمان يا جماعه؟ بنقول ان احنا بقى كسوفت وير انجينير يهمنا ان السوفت وير اللي احنا بننتجه يكون طبعا يعكس الحاله حاله الايه المؤسسه من حيث البيزنس بتاعها، يعني نعمل حاجه مناسبه لها، مش كده؟ وكمان نعملها لها بسرعه ايه ونلبي احتياجاتها المطلوبه. كل ده يهمنا يا جماعه في السوفت وير اللي احنا بننتجه. فبنفكرك بالكلمتين دول ما تنساهمش لو سمحت، ان السوفت وير هاز تو ايفولف كويكلي تو ريفليكت changing بزنس نيدز. معايا؟ تمام. طيب عمليه بقى التطوير السريع دوت بقى فيها ايه؟ شو بقى بقول لك ايه؟ خلي بالك بقى الاكتيفيتيز اللي احنا قلناها المحاضرات اللي فاتت زي السبيسيفيكيشن والديزاين والامبلمنتيشن كلهم ايه بيتداخلوا مع بعضهم. يعني ايه بيتداخلوا مع بعضهم؟ يعني ممكن وانا في مرحله الديزاين ارجع تاني للسبيسيفيكيشن، ممكن وانا بعمل امبلمنتيشن ارجع تاني للديزاين، وهكذا. اذا بنقول في الموضوع دوت ان السبيسيفيكيشن والديزاين والامبلمنتيشن ار انترليفد، متداخله. معايا؟ ولو انت تفتكر كمان قلنا ايه؟ قلنا افتكر معايا ان ايه؟ ان الفيرجنز في فيرجنز بتطلع كل مره، يعني مثلا انا بعمل سبيسيفيكيشن ممكن اطلع انيشال فيرجن، صح؟ بحيث ان اليوزر والستيك هولدر اللي هم مين؟ اللي هم الكاستمرز يشوفوا بعينهم انا بعمل ايه، تمام؟ ويبدا يدوا ملاحظات عليه من الاول. معايا يا جماعه؟ جميل. اذا بطلع فيرجنز يعني اثناء ما بعمل سبيسيفيكيشن ممكن اطلع فيرجن رقم واحد، بعمل ديزاين وامبلمنتيشن بطلع فيرجن رقم 2، اثناء الايه الاختبار بطلع فيرجن رقم 3، وهكذا، او فاينل فيرجن. معايا يا جماعه؟ اذا انا بعمل ايه؟ سيريس اوف فيرجنز اثناء هذه العمليه. معايا؟ وما تنساش كمان ان الانترفيس اللي بيطلع، الواجهه اللي بتطلع للمستخدم بتبقى معتمده على مين؟ على الجرافيكس، مش كده؟ وفي ادوات محدده ومعينه اقدر استخدمها كتول سيت، اقدر استخدمها في ايه؟ في عمليه الجرافيكس. ما تنساش ان اليوزر انترفيس ار اوفن ديفلوبد يوزنج اي دي اي جرافيكال تول سيت، عندي جرافيكال تول سيت، يعني معناها ان انا بستخدم ادوات لايه؟ عمل شاشات انترفيس واجهه للمستخدم بطريقه فيها جرافيكس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.